حلقة جديدة من فولو أب معي أنا يارا. رح نبدأ خبرنا بحادث سير صار بسوريا بطرطوس، بس على طريقة الدومينو السيارات صارت تخبط ببعضها بسبب قافلة روسية. خبرنا الثاني لموقف عنصري تعرض له محامي مسلم بكندا وعمل انتشار واسع على السوشيال ميديا. جمهور برشلونة بيهاجم المدرب كومان وبيحاول الاعتداء عليه بسبب خسارة نادي برشلونة بمباراة الكلاسيكو على أرضه بكامب نو. خلونا نبلش الحلقة ونشوف التفاصيل والتفاعل. بسوريا انتشر خبر لحادث سير غريب من نوعه، سيرفيس بيربط بين طرطوس وبعض القرى على أوتوستراد طرطوس بانياس قريب جسر البلاطة. تفاجأ السيرفيس بمدرعة روسية قاطعة الطريق لحتى تسمح بمرور القوافل الروسية. الشوفير ما قدر يوقف لأنه القافلة طلعت قدامه فجأة واصطدم فيها، والسبب أنه القافلة هي واقفة بالمفرق، والموقف بهذا الشكل وبهذا المكان بيكون مخفي ومو ظاهر للعيان. للأسف أنه الحادث ما توقف هون، بعد الحادث هذا بتصطدم سيارة تانية بالسيرفيس، وورا السيارة دراجة نارية بتطلع فوق المنصف، وبعدها مباشرة سيارة تانية بتصطدم بالمولمن من جهة اليسار، وبهذا الشكل اتوالت الاصطدامات بين سيارات سياحية وبيك أب وبيك أب دفع رباعي. خلونا نشوف الفيديو كامل مع بعض. من التعليقات اللي اجت على هذا الخبر تعليق من عبد الرحمن بيقول: باسمي وباسم شعب طرطوس نعتذر من المدرعة الروسية على اللي صار، لأنه 100% الحق على السيرفيس، إن شاء الله ما يكون انزعج سائق المدرعة. أما علي فعم بيقول: يعني إذا ما وقف السيرفيس رح يصير في إطلاق نار عليه وينقتلوا كل الركاب، بالمختصر هيك هيك ما رح تغير على الشعب اللي أكل الحادث، وبالسلامة للجميع. أما أبو الحسن فعم بيقول: الحمد لله على سلامة المدرعة، ولازم يعوضوا لشوفير المدرعة بكم بير نفط ومطار بكافة الطيارات، وعن الصدمة النفسية اللي تعرض لها. عيب عليكم، ما بتعرفوا تسوقوا؟ لأمتى بتكون ضلوا هيك؟ أما علي فعم يقول: يعني والله ما بعرف، الواحد ببلده ما عاد يعرف يتحرك بالمدرعة تبعه براحته، معقول عم يطلعوا على الأوتوستراد يروح يطلع له سيرفيس ينزعله مراقه؟ هزلت. أما أيمن فعم يقول: أصلاً الشوفير لو بيهمه كان عرف لحاله أنه شوفير المدرعة قدامه بعد الكوع. أنا وجميع النفرات اعتذارات كتير من شوفير المدرعة. العنصرية ورفض الآخرين سمت هذا العصر للأسف، وخصوصاً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. الضحية بقصتنا هي محامي كندي مسلم تعرض للتشهير من المذيع الكندي دانيال بوردمان. بوردمان عمل سلسلة حلقات إذاعية اتهم فيها المحامي وليد سليمان بالتعاطف مع الإرهاب. القضاء الكندي برأ سليمان من التهم وغرم المذيع بمبلغ كبير وصل لل 500,000 دولار، ومنعه من أي تعليق عن المحامي بالمستقبل. وبعد صدور الحكم سليمان عبر عن فرحته وكتب بوست قال فيه: لقد ربحت قضية التشهير ضد دانيال بوردمان، إنه يوم عظيم لأي كندي يقدر الحقيقة للمعلومات المضللة، ويوم جيد للمسلمين الكنديين الذين تعرضوا للتشهير أو ضحايا الكراهية عبر الإنترنت. خبر براءة سليمان وتغريم المذيع لقى تفاعل كبير من المتابعين على السوشيال ميديا، مثل مروان اللي قال: دول بتحترم نفسها مواطنية لدرجة أي تشهير وكذب وسب بيتم تغريم الخصم بمبالغ طائلة، شعوب أرادت لنفسها العيش بكرامة وضحت بالكثير من الأرواح لحتى تحصل على هذا الشيء. تعليق تاني من راشد كتب فيه: أين نحن العرب من العدل؟ أما خالد فعم بيقول: عايز أروح كندا وحد يشهر بيا. عبدو كمان علق على الموضوع وقارن هذا الحكم مع الأحكام اللي بتكون بالوطن العربي وقال: دول محترمة، لو أنه العكس صار ببلد مسلم فلن يتحرك ساكن وقد يصبح المتهم ضحية. وأنتم متابعينا تعرضتوا قبل لحوادث تشهير؟ وإذا اشتكيتوا شو كانت النتيجة؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. غضب وسخط كبير من جماهير برشلونة مني وجر على مدربهم رونالد كومان بعد خسارة فريقهم بمباراة الكلاسيكو على أرضه بالكامب نو قدام الغريم الأزلي ريال مدريد نتيجة 2-1 بأول كلاسيكو بدون ما يكون فيه ليونيل ميسي. الجماهير الكتالونية قطعت طريق سيارة المدرب كومان بعد خروجه من الملعب، وحاولت تعتدي عليه بالضرب مع هتافات طالبت برحيله من النادي وصافرات استهجان ضده. خلونا نتابع.
من التعليقات اللي كانت بعد خسارة برشلونة والمنتقدة لأداء كومان، تعليق من علي بيقول: رونالد كومان بالمباريات المهمة خسر أمام ريال مدريد 3 مرات، خسر ضد يوفنتوس، خسر قدام باريس سان جيرمان، خسر من أتلتيكو مدريد، خسر من بايرن ميونخ، وخسر أمام بنفيكا. هذا بيوضح بأنه ليس لديه أي تكتيك أو زيادة فنية يقدمها لبرشلونة. اتفق معه داري وقال: منذ أن تم تعيين رونالد كومان مدرباً للبرسا، برشلونة لم ينتصر على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، 2-0. أتقبل فكرة أنه لا يملك عناصر مؤثرة، ولكن هناك فرق أقل بكثير من برشلونة عناصرياً وينتصرون على هذه الأندية. كومان يجب أن يقال. أما نايف محمد رفض تحميل المدرب مسؤولية الخسارة كلها وقال: شو ذنبه؟ يعني أنديست ما سجل ولا رعونة منغويزا؟ المدرب ما بيتحمل الخسارة لوحده. اكتبوا لنا أنتوا شو رأيكم بنتائج كومان مع برشلونة، وهل بتتمنوا يستمر بتدريب الفريق ولا مغادرته فعلاً؟ هاي كانت آخر أخبارنا لليوم، وهيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بيجدد معكم بكرة بحلقة جديدة وأخبار جديدة. لا تنسوا تابعونا على أوريانت وأوريا بلس، وتستنونا بحلقة جديدة بكرة.